البر يلي تشتكي ضيقة البال تلقى بعلاج الكدر والنكادي بعيد في جو ولا يجيه الإرسال وما جاك الشات الحضر والبوادي البر تشتكي ضيقة البال تلقى بعلاج الكدر والنكادي بعيد في جو ولا يجيها الارسال وما جاك الشات الحضر والبوادي ما ركزوا اهل الغنم فيهم خيال قبل يرب كل خرب الرمادي عش به على الرضان الوان واشكال زل خضر غطى اتراب ريحتها لفحت على النار بدلال تجي من ريح الهوى كل غالي وخلاصة شقرة عرق دبسة سال طلع نظيم ولالم هيا لقنادي كل الركز طيره عن الشمس بظلال رشه ونطح الهوى للبرادي مشاهدين الروض في حافة الجال في قلب بدا على امثال هيجن وكنف فوق ظهر الشدادي البرية اللي تشتكي ضيقة البال تلقى بعلاج الكدر والنكادي بعيد في جو ولا يجيها الارسال وما جاك الشات الحضر والبوادي ما ركزوا اهل الغنم فيهم خيال قبر يرب كل خرب فحت على النار بدلال تجيب معريح الهوى كل غادي وخلاصة شقرة عرق دبسة سال طلع نظيم ولالم هيا لقنادي كل الركز طيره عن الشمس بظلال رشه ونطح الهوى للبرادي مشاهدين الروض في حافة الجال في بادي المرباع يهيض قلب بدا على امثال هيجن وكنف فوق ظهر الشدادي ساعات لو تدرون تشرب الاموال وتزيح هم من مجتمع في فوادي ساعات نذكرها على الحول لا حال ولها حنين بخاطري غير عادي